ما تبقى الآن مع معاذ محارب. جولة جديدة ما تبقى وفيها تدعم الأسد والعمال الكردساني من عائدات النفط. شبكة سورية تتهم قسد بدعم الإرهاب وخرق العقوبات المفروضة على النظام. شبهته بالأمم المتحدة لتعدد جنسيات المعتقلين داخله. لأول مرة مراسلة أمريكية بين سجناء تنظيم الدولة في الحسكة. في عنواننا الأخير، روسيا تريد والناس لا تريد، لما تصر موسكو على تفكيك مخيم الركبان على الحدود الأردنية؟ حياكم الله. اتهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اتهمت قوات سوريا الديمقراطية بخرق العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على النظام من خلال دعمه بالنفط والغاز. بالنفط والغاز تدعمه، هذا طبقا للتقرير. فقد قامت قوات سوريا الديمقراطية من ناحية أولى بدعم النظام المتورط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وعليه عقوبات اقتصادية مفروضة من قبل الإدارة الأمريكية تحديدا. ولعجائب الأمور، الإدارة الأمريكية هي داعم قوات سوريا الديمقراطية. من ناحية ثانية، فقد تصرفت قسد بتلك العوائد، بعوائد النفط، بدون شفافية. لا أحد يعلم أين ذهبت هذه الأموال، بدون محاسبة. ربما يكون القسم الأكبر من هذه الأموال قد ذهبت لحزب العمال الكردستاني المصنف كذلك على قوائم الإرهاب. لأن قسد تبيع النفط للنظام، تبيع، هذا أمر معروف يعرفه القاصي والداني، وليس منذ اليوم، منذ سنين طوال قسد تبيع باستمرار النفط، تورد النفط للنظام وعبر معابر معروفة للجميع. يعني أهل المنطقة يعرفون المعابر التي تبيع من خلالها قسد للنظام، أمر معروف، ورجال أعمال من النظام معروفون كذلك، هم الذين يشرفون على هذه عمليات البيع الشهرية المستمرة لم تنقطع. الآن من الغرائب وعجائب السياسة الأمريكية أن الأمريكان يفرضون عقوبات على النظام ويحرمون على أي أحد، على أي أحد أن يتعامل مع نظام تجاريا، وهم يدعمون قسد، وقسد تبيع النفط للنظام. البعض يقول أن قسد هي طفل مدلل ليس فقط للأمريكان، لأكثر من منطقة، لأكثر من قوة
إقليمية في المنطقة، لا أحد يريد التنازل عن قسد على الإطلاق للمناكفة مع الأمريكان. وأصلا هذه الدوريات الأمريكية التركية في مناطق شرق الفرات في مناطق قسد يعني هي تمخض الجمل فولد لا شيء، هذه دوريات في هامشية يعني الدوريات المشتركة، وأمريكا باقية وباقية على قسد. في التاريخ في عمق التاريخ هؤلاء كبراء الجماعة في قسد، فرع جميل بايك الموجودون في جبال قنديل، هم مشروع إيراني قبل أن يكونوا مشروع إسرائيلي أو مشروع أمريكي أو أي أن يكون. هؤلاء مشروع إيراني يرتبطون مع الإيرانيين بعلاقات ليس فقط يعني تصل إلى علاقات ذوي القربة مع الإيرانيين، لا أحد يريد التخلي عن هؤلاء، وإيران على رأس القائمة. الرئيس حسن روحاني يتحدث عن هؤلاء كان في أنقرة ويقول لك والله هؤلاء يعني غير شرعيون، وهم الداعمون الأساسيون لهم منذ عشرات السنين. تقول الشبكة السورية أن قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على 80% من إنتاج النفط والغاز في سوريا. أثرياء الجماعة 80% من النفط و 50% من الغاز تقريبا بيد هؤلاء، تستولي على كامل العوائد المادية دون كشف حساب أو شفافية مالية عن هذه المصروفات. هذه القوات تمكنت من السيطرة على كامل شرق سوريا أو شمال شرق سوريا بمساندة التحالف الدولي، حيث الانتشار الأكبر لآبار النفط في سوريا. طبعا أهم حقل النفط غاز كونيكو، الحقل الغاز الأكبر في سوريا تحت سيطرة الجماعة في قسد. غاز كونيكو هذا الذي ذهب دونه 200 مرتزق من مرتزقة فاغنر، خرج وقتها طيران التحالف أو الأمريكان بشكل خاص يعني وفحموهم للجماعة في فاغنر. حاول الروس جس النبض عن طريق هؤلاء شركة المرتزقة هؤلاء وعبور الفرات، كان الموضوع خط أحمر وفورا قصفوا وقتلوا بأرضهم. جزء من العائدات المادية هذه قسد ترسلها إلى الجماعة في حزب العمال كردستاني، وحزب العمال ينفذ عملياته في تركيا. للمرة الأولى شبكة تلفزيونية أمريكية تدخل سجنا فيه مقاتلو تنظيم الدولة. هذه الصحفية الأمريكية تجري لقاءات مع السجناء، هؤلاء عينة من أحفاد الخليفة أبو محمد الفاتح، ربما لا يكونون من الدواعش يعني من يجزم، وربما يكونون دواعش يعني أكيد بالتأكيد في منهم دواعش يعني أكيد في من هؤلاء دواعش بكل تأكيد، ربما يعني أحفاد الخليفة أبو محمد الفاتح يخرج، عفوا الخليفة أبو بكر البغدادي يخرج قبل يومين ليوجه لرعاياه بخطاب مزلزل
خرج أبو بكر البغدادي لرعاياه وفي كل الولايات ويخاطبهم بالترفق مع الناس. هؤلاء أتباعه. هولي ويليامز، هذه هي المراسلة شبكة سي بي اس الأمريكية، زارت سجن الحسكة الذي أقامته قسد بالتعاون مع قوات التحالف الدولي لاستيعاب أعداد سجناء مقاتلي تنظيم الدولة المتزايدة في منطقة الشدادي. عرضت الشبكة تقريرا عن السجناء، عن أوضاعهم، عن مناشداتهم إلى دولهم لاستعادتهم. هؤلاء من كل الجنسيات، من كل الجنسيات أتوا إلى سوريا، وهم الذين كانوا ذات يوم يقيمون الإمارات والحدود على السوريين والعراقيين. Syria. She brings us an exclusive report from the northeast of the country. Holly, what did you see? You were born in Belgium? Yes. The prison is like the United Nations. You're from Holland. Yes. You're from the Netherlands. Yes. Except everyone here is accused of joining ISIS. American or you're American? Yes. Lurem Soleimani told us he left his home in Chicago to live under ISIS in 2015. And he's unrepentant. Foreign prisoners home, but in most cases, their own governments don't want them back, even when they're children. We met another prisoner here who identified himself as a 17-year-old US citizen from New York City. He told us his parents took him to join ISIS. He didn't want to appear on camera. But like nearly all of the foreigners here, he is desperate to leave. There are fears they'll rejoin ISIS insurgents who continue to carry out attacks. من سره زمن ساءته أزمانه، هي الأيام كما شاهدتها دول. هذا الشعر ربما أشد ما ينطبق على هؤلاء أتباع أبو بكر البغدادي، أتباع تنظيم الدولة. هؤلاء قسم كبير منهم بالتأكيد أذاقوا السوريين والعراقيين الأمرين بكل تأكيد. تنظيم الدولة في عام 2000 أثناء الصعود الكبير في 2014 و15 و16 يعني مارس ما لم يمارسه أحد سوى النظام واختراقات النظام والإيرانيين. هذا أصبح من بديهيات القول، اختراقات كل أجهزة المخابرات المنطقة لهؤلاء، هذا من بديهيات القول. لكن بعض هؤلاء الذين أتوا على غير هدى، هؤلاء أذاقوا السوريين والعراقيين الأمرين، والآن هم في السجون. لا أحد يريد أن يأخذهم، لا دولهم تريد أن تأخذهم، والجماعة في قسد يعني يقرفون منهم ويقولون للعالم يعني استقبلوا رعاياكم. لا يوجد، لا يعني كل هذه الأرض لا يوجد لهم متسع في هذه الأرض سوى سجن في للجماعة في قسد في الشدادي، ولا يعلمون ما الذي سيحدث غدا أصلا. ضمن خططها الرامية إلى تفكيك مخيم الركبان، حددت روسيا مدة زمنية لإجلاء ساكنيه. هذه المدة تبدأ اعتبارا من 27 من أيلول الحالي، تستمر لمدة 30 يوم. روسيا تريد وتنفذ كل شيء في سوريا على هواها على كيفها. الخطة ناتجة عن تفاهم روسي مع الأشقاء في الأردن، جرى في نيسان الماضي قبل حوالي أكثر من 4 أو 5 شهور. اتفقوا مع الجماعة في الأردن. الآن أهالي المخيم هؤلاء رفضوا تنفيذ هذه الخطة، رفضوا نظرا لإخلاء الأمم المتحدة مسؤوليتها تجاه هؤلاء النازحين في المخيم الذين غادروا باتجاه مناطق النظام وسط تخوف من عمليات انتقامية واعتقالات من قبل النظام وجحافل الميليشيات. و
وسط صحراء لا ملامح للحياة فيها، تتواصل معاناة آلاف السوريين في مخيم الركبان، ممن رماهم النزوح بين خيام ليست كالخيام، وحياة بطيئة يحصون فيها ضحايا جوعهم ومرضهم كلما أشرق صباح أو أسدلت ستائر المساء. وحتى هذه الحياة غير الإنسانية، ثمة من تربص بها من بعيد، كروسيا التي حددت مهلة لإخلاء الركبان من ساكنيه ضمن خطة ترمي إلى تفكيكه وإعادة نازحيه إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، حيث تزدهر الاعتقالات وإخفاء المعادين لمناطقه كما أكدت مراراً منظمات حقوقية. قناة روسيا اليوم نقلت عن رئيس مكتب التنسيق الروسي أن الخطة ستبدأ في 27 من أيلول الحالي، وأن موسكو تلقت من الأمم المتحدة ما سمته خطة دقيقة لإخراج المتبقين من نازحي المخيم. عملية اجتمعت عليها الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري تنص على إخراج من تبقى من النازحين على مجموعات خلال مدة 30 يوماً، تنفيذاً لتفاهم روسي أردني في نيسان الماضي، وهي مبادرة قوبلت بالرفض من هيئة العلاقات السياسية في المخيم في آب الماضي، معللة رفضها بأن الأمم المتحدة قد أخلت مسؤوليتها تجاه النازحين الذين غادروا المخيم باتجاه مناطق النظام، ورفعت يدها عن حمايتهم ضد ما قد يتعرضون له من أعمال انتقامية أو اعتقالات أو زجهم في الخدمة الإلزامية. رفض السكان إذن للمرة الثالثة أو العاشرة ربما تلك الإعادة القسرية التي من شأنها تركهم بين خيارات مريرة للغاية، إما بقاء تحت لهيب الصحراء في مخيم تعجز البشرية عن صنع نسخة ثانية عنه، أو ولوج داخل عربات الترحيل إلى سجون النظام أو جبهات القتال معه ضد بقية السوريين. مشكلة عويصة بالنسبة لمن تبقى في مخيم الركبان، ما الحل بالنسبة لهم؟ أين السبيل؟ الحديث أكثر حول ما الذي سيحدث أو المتوقع بحدوثه معهم معنا من الصنبول الصحفي السوري محمد العايد. محمد مرحبا بك. مرحبا معك. ما الذي سيحدث في قادمات الأيام؟ ما سيحدث هو ما حدث في الوقت السابق، يعني تضييق الحصار، فرض سياسة التجويع على الأهالي لحتى إلى أن يصلوا إلى مرحلة اليأس والخروج من تلك المنطقة. مع الأسف يعني الأهالي أبناء المنطقة هم من أبناء منطقة ريف حمص الشرقي من تدمر والقريتين ومهين وحوارين، هذه المناطق التي للآن غير مسموح لهم العودة إليها. يعني كم العدد، عن كم نتحدث الآن موجود في المخيم؟ نستطيع أن نقول أن هناك يعني ما يناهز 10,000 شخص نازح من أبناء المنطقة ريف حمص الشرقي والمناطق الشرقية. الآن العدد في المخيم 10,000 محمد؟ نعم. طيب هو كان قبل فترة 60,000، هؤلاء يعني نتحدث عن 50 دخلوا باتجاه مناطق النظام؟ طبعا لا، مو كلهم مناطق النظام، في كثير أعداد بالمئات، بل فينا نقول أيضا بالآلاف خرجوا باتجاه مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في ريف عبر طريق السخنة والطبقة، تهريب طبعا عبر طرق البادية والبرية، ودفعوا مبالغ طائلة للوصول لتلك المنطقة ومنها إلى الشمال السوري المحرر. الأهالي هناك معظمها هي من الحاضنة الشعبية الرافضة للنظام السوري، ليس لديهم استعداد للذهاب لتلك المناطق، مناطق سيطرة النظام. كان ما صار في شيء اسمه مخيم الركبان، لكن في الآونة الأخيرة بعد الحصار المرير اللي ذاقوه من قوات النظام والميليشيات الإيرانية من جهة سوريا، وإضافة أنه الجانب الأردني أيضا شدد عليهم بشكل كامل. يعني وهذا الاتفاق الذي نتحدث عنه، اتفاق بين موسكو وعمان، ما تفاصيله؟ يعني الأردن تغلق الحدود؟ الأردن تغلق الحدود بشكل كامل، وأعتقد أن موسكو هي تملي على عمان ذلك. عمان يعني كجندي لا يستطيع الرفض يبدو على ما هنالك. يعني عمان لا تدخل اليوم إغاثات، عمان لا تدخل اليوم حالات طبية، عمان اليوم لا تقوم بأدنى مقومات الإنسانية تجاه هؤلاء البشر، يعني بغض النظر عن انتمائهم الديني والعرقي أنهم عرب وأخوة. طيب مؤسسات الأمم المتحدة الموجودة في الأردن في المفرق مثلا، نعم، تمنحها عمان من الوصول؟ لا تستطيع الوصول لا هي ولا كافة المنظمات الإغاثية أو الإنسانية
الإنسانية، هناك فيتو على هذه المنظمات والعمل داخل مخيم الرقبان بشكل كامل، والجانب الأردني هو من يشدد على ذلك بشكل دائم، لا يريد أن تكون هناك منطقة لهؤلاء النازحين على حدوده طبعا. والمؤسسات الأممية خضعت لهذا الأمر؟ المؤسسات الأممية يعني لما يتم تحويل الملف إلى مكتب دمشق الأمم المتحدة، وجميع مكتب دمشق جميعنا يعلم أنه معظم الموظفين به هم من الموالين للنظام السوري ومن طائفة النظام السوري، فبنعرف أنه معناته الأمم المتحدة اليوم هي طرف في النزاع مثل الاحتلال الروسي، مثلها مثل الإيرانيين في المنطقة. تمام، هو يعني بس كان جزء من المؤسسات الأممية في المفرخ الأردنية تحاول أن تقدم يعني، وكانت لا تستطيع، كان الأردن يمنع ذلك دائما، يمنع إلى الآن، موضوع ممنوع بشكل دائم. طيب هؤلاء 10,000 من أين يشربون، من أين يأكلون؟ سوف أقول لك أين يأكلون. هناك طرق برية، طرق تأتي منها إغاثات أو تهريب المواد الغذائية، عم تم دفع مبالغ طائلة لهم. أقارب أيضا، نحن نخرج لأقاربنا هناك يعني، من أبناء منطقتهم بالنهاية، بإمكانهم أن يشترون، يبتاعون أشياء تعيشهم وتقيتهم بشكل جزئي. إضافة أنه في كل فترة حملة إغاثية ممكن تم دخولها من مكتب دمشق بالآونة الأخيرة، ومن عدة أيام دخل حمل إغاثي، لكن لا يكون يكفي للجميع. الموضوع عم يكون أنه في محاولة من الأمم المتحدة حتى عبر سياسة الاستبيانات وما إلى هنالك، من أجل إقناع الأهالي في العودة إلى مناطق سيطرة النظام وإنهاء هذا المخيم بشكل كامل. لكن الأهالي لا يخرجون لأنهم يعلمون ما هو مصيرهم، وتم تسجيل عدة حالات اعتقال ذهبت بعد ما ذهبوا من مناطق المخيم الرقبان إلى منطقة سيطرة النظام في حمص في مدارس دير بعلبة، تم اعتقالهم واقتيادهم إلى جهات مجهولة. كذلك الأمر هو معسكر إجباري عم يكونوا موجودين فيه الأهالي هنيك. طيب. إضافة لذلك موضوع أنه يعني أبناء تدمر والقريتين إذا ذهبوا إلى تلك المناطق يريدون العودة إلى مدينتهم، ما النظام نفسه مانع العالم من العودة إلى المدينة، فما يعني ما مستحيل يرجعوا لمناطق. طيب محمد، الآن هل صحيح الأنباء أنه سوف الأمم المتحدة تنقل من مكتب دمشق طبعا منذ قليل يعني النبأ بشكل شبه مؤكد من مصدر رفيع في جيش مغاوير الثورة، شركة التحالف الدولي، يتحدث أن الملف مخيم الرقبان ومنطقة 55 الذي يتبع الأمم المتحدة في مكتب دمشق سوف يتم تحويله إلى المكتب الإقليمي في الشرق الأوسط، وسوف يتم الإشراف عليه بشكل مباشر منه. طبعا المكتب الإقليمي أعتقد أنه هذه معلومة مؤكدة محمد؟ مؤكدة طبعا من مصدر رفيع جدا، سوف ينتقل ملف مخيم الرقبان من مكتب دمشق إلى المكتب الإقليمي في الشرق الأوسط، مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في الشرق الأوسط. ما أهمية هذا النقل؟ ما الذي يعني؟ هناك يعني معناه أنه عرفانين العالم أنه الأمم المتحدة مكتب دمشق هي عبارة عن فرع من فروع المخابرات وفروع الأمنية التابعة للنظام السوري طبعا. بالتالي إذا انتقل إذا مكتب الشرق الأوسط، ما الذي سيحدث؟ طبعا سيكون هناك رعاية حقيقية للمتبقين، على الأغلب سوف يكون هناك رعاية وتسجيل لهم وضمان حقهم ووصولهم من الإغاثة وحق التعليم وحق من الإغاثة. أين؟ إذا تقول لي الحدود الأردنية هنا مقفلة. سوف يتدخل جيش مغاوير الثورة وقيادة التحالف التي هي مسؤولة عن منطقة 55 كيلومتر المقاتلة تنظيم الدولة الإسلامية داعش، ونحن نعلم أن المنطقة يحيط بها إلى اليوم الميليشيات الإيرانية وعناصر التنظيم أيضا كذلك، عناصر تنظيم داعش. طيب هذا الأمر محمد، أين من خطة روسيا؟ تقول لك في 27 من أيلول سوف نبدأ بالتفكيك. روسيا تتحدث بالتفكيك منذ عامين إذا بدك، وعم تحكي أنه إحنا فككنا المخيم وانتهى ولا يوجد إلا المسلحين. روسيا لا تعترف لا بالشعب السوري ولا بثورته يا صديقي العزيز. يعني لا يعني المرة يبدو لا، تقول لك اعتبارا من 27 من أيلول. نعم. ممكن أن يحدث شيء؟ هلا هو 27 أيلول بالفعل سوف يتم إدخال بعض العربات، لأنه الأهالي رفضوا دخول الباصات أو الباصات الخضراء كما هو معروف من أجل ترحيلهم، لأنه في نسبة ما يقارب نحو 1000 شخص سوف يذهبون إلى مناطق سيطرة النظام طبعا بالطبع، لأن لهم أقارب هناك ولهم حالات إنسانية أو صحية فينا نسميها، أو أنه متخوفين بده يرجعوا بسبب اليأس والجوع. لكن هؤلاء راح يرجعوا، راح يكون عودتهم انه يطلعوا هن للمنطقة خارج منطقة 55 تا يستقلوهم. طبعا هاي الاجماع الكامل من اهالي الرقبان، لانه ان تم دخول هذه الباصات سوف يعني الروسي لديهم ماكينة اعلامية ضخمة وبروباغندا ضخمة من قناة روسيا اليوم او سبوتنيك او غيرها، سوف يتحدثون انه نحن افككنا المخيم وانتهى، لم يتحدثوا عن البقية الباقية الالاف المتبقين في المخيم. سوف يقول لك في مرحلة لاحقة ان هؤلاء مسلحين وهو هذا غير يعني على عن الصحة. سوف يتم طيب محمد ليعيد بس الرقم، نحن نتحدث عن 10,000. نعم 10,000 هذا رقم دقيق. نعم رقم دقيق جدا. هؤلاء سوف ينتقلون إلى عودة مكتب الشرق الأوسط بشكل رسمي، المكتب الأوسط الإقليمي، مكتب الإقليمي. بالتالي يعني ظروفهم ممكن أن تتحسن يعني. هكذا هي الوعود وهذا شيء مؤكد طبعا. وبالتالي هم سيبقون إذن، لن يعني يستجيبوا لأي خطة روسية. لا يريدون الخروج يعني، الروس آخر ما هنالك يعني عم يعتمدوا إنه بده يدخلوا باصات مشان يأخذوا بعض مئات، مشان يقولوا إنه إحنا أنهينا المخيم وانتهوا هدول، ويعتبروهم ويعاملوهم معاملة الفصائل المتواجدة في المنطقة، الفصائل العسكرية تبع الجيش السوري الحر من لواء شهداء القريتين وأسود الشرقية وجيش مغاوير الثورة.
لكن الأهالي هم مدنيون سوف يبقون هناك، هم يعني واعيين لمرحلة موضوع إنه البروباغندا الروسية وصناعتها. شكرا. لن يخرج سوف يخرج ونحن سوف نبقى. الصحفي السوري محمد العايد كنت معي من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. انتهى ما تبقى لهذا اليوم الأحد القادم بإذن الله تعالى. مساء الخير، ما تبقى جديد في أمان الله.